عميمة هنودة ما خسرت عشان عمي غسان، هي خسرت لأن الناس ما يبون يسمعون. حسبي الله ونعم الوكيل عليه، ما يدخل خشمه بشيء إلا وطشره. خرب علينا في البيت وكهوتلة على الفقيرة المسكينة وقرب عليها. عميمة هنودة هي اللي متمنية الموضوع، ولا الريال ترى ما يركض وراها. وبعدين تش فيك كارته؟ مو كنتي تقولين إنه هو في من ريحة الغالي؟ وهذا اللي حرني، مخليني أتفتفت من الحرة كذي، على كثر ما كنت أحب الحقود. طعني ماما غنيمة والله العظيم، ترى عمي غسان طيب. إذا بتقولين كلامي قثني كلبة، ما حد من ريحة الغالي إلا أنت. يعني أنا غالية عندك؟ إذا ناوية تحلفيني بغلاتك عشان ودسوا لا حشا، منت غالية. لا 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 ماما غنيمة، الموضوع مو عنا، ولو أن ظروفها صعبة. ما عليه، كلنا ياخذ يزا. ماما غنيمة، إذا صدق تحبيني أنا جايتك بموضوع ثاني. أي شيء بتقولين أقوليه، بس بعيد عن ولد الفقر. هو شيء له علاقة بعيسى ولد عمي منورية. عيسى؟ إيه؟ هذا الكلام اللي سر الخاطر. قولي شو عندك؟ وغلاتي عندك. موضوع الزواج ما بيكم تبطلونه معي مرة ثانية. عيسى هذا أنا ما أبي. شوفي، أنا كنت موافق بالبداية لأن أنت كنت حاكر روحك بالغرفة ومتضايقة. بس ما قدرت أشوف الولد غير أنه هو أخوي. لا تحرجوني وتحطوني موقف أنا ما أقدر عليه ماما غنيمة. ما أقدر. ما أقدر. ما أبي عيسى ولد عميمة نورية ماما غنيمة، ما أبي. صار لي كم يوم أفكر بالموضوع، قلت يمكن أكون غلطانة، يمكن لأني فشلت بالشغل، يمكن لأني أحس بالضعف وأنا بالبيت. حسيت إني محتاجة لك، بس بعدين استوعبت إن لا، أنا ما عرفت نفسي إلا وأنا وياك. زين، تعتقدين إن أمك وقب كل اللي صار يمكن فهمت كل هذا اللي انتوا فيه كان سبب قراراتها؟ ما حد فينا فاهم امي، تصدق ساعتها احس ان حتى هي مو فاهمه نفسها. طبعا هي مو فاهمه نفسها، ام الجباره هند، لكنها ما تفكر، طول عمرها تتخذ قرارات وتالي تعاني منها. يعني معقول عقب هالسنين هذه ما فهمت؟ ترى هي اللي زوجت راشد من جوزافين يوم ان رفضت زواجه من هبه، واللي سوت فضيحه عوده حق عيسى وهو كبير يوم طردته وهو رضيع، وهي اللي خلتش له اليوم من غير زواج يوم كسرت قلوبنا وقالت لي بالك تقرب. تصدق اول مره افكر بهالكلام؟ صدق كل مرة أمي تأخذ القرار وهي اللي تعاني. والله مو بس هي، كلنا. أنا أعذرها، إي أعذرها، لأني أعرف خوفها على بيت الطاروف. صدق غسان أمي جبارة، ما حد فينا يقدر يقول لها لا. إذا واحد فينا تجرأ وقال لها لا طيح، تلقى لنا كلنا دار مدارها، تصير أقوى، كلمة لا تنسحب. كنت أقول إن كلنا ضحايا غنيمة الطاروف، بس طلعت هي ضحية مثلنا، ضحية عالم ما يرحم، إما تجاريه ولا تخسر أشياء وايد، أشياء يمكن ما تعني لنا شيء، بس حقها ما تقدر تستغني عنها. أمك يا هند تعيش على الصيد. تدري متى استحيت من نفسي؟ لما نورة وقفت أبوي أمي قالت إنها تحب عيسى.
أحس أنه كسرت خاطر نفسي. طلعت مو هينة هالثولة. هي قالت اللي تبي بس ما راح تاخذ اللي تبي. بس أنا راح أخذه. أنا تعبان ليس ليس. أنا سوكول سين بالطقاق. هي شنو يعني؟ خلاص افصلوك من الشغل، انا ادور لك على شغل ثاني. ايش فيك انت؟ حسبالك اللي انت سويته شويه كافي؟ فكيتني من بلاوي جابر الله يقطع سيره جابر. ويلا خل ماما غنيمه ينفعها عنادها. نور You helped me say my name without fear. Thank you. Hey don't thank me. انا ما سويت شيء. You know I'm happy to be here. يجدهني with you. والله العظيم مو كثري. ما تدري أصلاً أنا إيش كثر أستانس لما طالع الناس يطالعوننا كذي وهم مستغربين. أحس بإحساس وايد حلو. أحس إن أنا أقوى واحدة بالدنيا وأقوى من ماما غنيمة. You know, I really like your personality, Noor. بس. عيسى. قول الله يخليك. قول أبي أسمع. You are really funny. وأنا أحبك. نورية إلا قطع الأرزاق. مو كفاية علينا قطع الأرحام؟ اتقي الله في نفسك. أمشي يعني أمشي يا حبيبتي؟ هلفوا طول ما بيدا بيزات لا هو طاس ولا هم سافر ديرته. ولد أخوك نورية أنت إيش قاعد تقولين؟ شلون هياج قلبك توعينا؟ انت شلون تنامين على هالظلم اللي انت فيه؟ وفضيحتنا بالديره مو ظلم؟ ونصيب بنتي اللي وقف مو ظلم؟ وطيحتك بالانتخابات مو ظلم؟ هي 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 الانتخابات شكو؟ لا تدخلين الولد بكل شيء. قالت امي من لف علينا هذا واحنا من مصيبه لمصيبه نحس على امه. حسبي الله عليك يا غسان يوم انك ورا كل المصايب اللي حنا فيها. يا ليت رايح بدل وليد كان افتكينا منه. ما يروحون الا الطيبين. يما الظن مو زين وحرام تعترضين على امر الله. لا تدعين على غسان ترى ما له شغل. دافعي دافعي عبالك بتطوف علينا هالحركات؟ هي انتي احنا بالبيت مو بندوه. بدافع عنه برا البيت وداخل البيت. أنا وغسان قررنا نتزوج. سمعيني يا هم؟ سمعيني؟ إيش قلتي؟ إحنا قررنا. وبعدين أنا مو يهال ومالك. كلكم يهال كلكم يهال إلى أن الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتي أصير الحريم. أنا كني ما سمعت اللي قلتي. ما سمعت شيء. أنا ما سمعت شيء. غنيمة ما سمعت شيء. لا غنيمة سمعت. سمعت مثل ما كل مرة كانت تمشي كلمتها علينا ومثل ما كل مرة كانت تسمعنا. بس هالمرة أنا بمشي ورا قلبي. ويعت ويع قلبك. أنت ينيتي بتاخذين هذا؟ شلون تيرعين على أمي؟ إحنا ما خلصنا من سالفة اللفو بتطلعينا بسالفة اللوث؟ ذليناهم ذل قهرناهم وشفنا نفسنا عليهم. استنينا للحج يمكن هم يكونون أحسن منا. بس 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 لحجة غنيمة الكل يحط لسانه بلهاته. عدتش لا تخافون لا تخافون لا تخافون يا بنات الطاروف. أنا للحين ما طحت غنيمة ما تطيع.
وانطحت تطيح واقفه. المن يصلك ويتعداك ان وصل عند عتبه بيتي كسرت ريوله. اي بيت؟ ليش هو بقى بيت؟ على العموم لا تحاتين، غسان من نفسه ما راح يوطوط عن باب البيت، تطمني. أنا اللي بمشي. Mabuti naman. Medyo marami lang ginagawa. Bakit? Mukhang pinagtatabuyan ako ng Kuwait. Hindi na ako pwede dito. Hindi ko na kaya ang mahal ng renta dito. Tinanggal ka daw, sabi ni Ibrahim. Ngayon ko lang naintindihan ng sinabi mo sa biyak na bato. Ginising mo ako sa ilusyon. Hindi naman kita pinatamaan para magising ka. Pero tinulungan mo ako para harapin kong sarili ko. Siguro dahil sa nakita mo ako. Ang pagkakamuhi ko sa mga lalaki ay dahil kay Mendoza. At sa tatay ko na iniwan ako na kahit kailan, hindi ko malang nakilala at nakita. Mali ang iniisip mo sa akin, Jose. Nakikita mo tong tattoo na to. Ito ang unang letra sa pangalan ko at ni Maria. Pero hindi yun ang totoo. Dahil ang totoo, pangalan ni Mendoza. Si Mendoza na pinagtabuyan ako na ang tanging gusto ko lang naman ay makilala niya ako. Ano pa? Ang buong akala ko, lalayuan mo ako kapag sinabi ko sa'yo ang galit ko sa tandang. Pero aminin ko, ikaw lang ang lalaking hindi ko kinamumuhian. Ang lalaking kailangan ko. Ikaw at si Kasan ang nagdesisyon tungkol sa akin na hindi ko alam. Kinawaan niyo akong parabata. Patawarin mo ako. Pero minsan parang umaasta ka talagang parang bata. Bakit ka ba pumunta dito, Merla? شنو يعني بتمشين من البيت وتهدين؟ هذا بيتك خولة. تبي تهدين بيتك؟ تروحين تقعدين ببيت ري لمك؟ خون اطري. يمكن تيسرين. الله يسهل عليك. يجي لك ريل. خلاص. ما فيني اقعد بهالبيت زيادة، تعبت. زي خولة منو مضايقك؟ امي قايلت لك شيء. احقاط عليك كلمة قولي؟ لا حاشا الله. ماما غنيمة بالذات مو مضايقة. أنا اللي مضايقتها ومكدرة خاطرها. ويوم إنك مزعلتها ومكدرة خاطرها. ليش تبي تكدرين خاطرها زود؟ ليش تبي تهدين لها البيت وتطلعين؟ مو كافي موضوع عيسى ولدي؟ هل اللي كل شوي قايلت له حشوة؟ أو نوري إيش فيك؟ هذا وقته الحين؟ إلا وقته. خليها تعرف قبل لا تروح بيت أمها. مو أنتِ قلتي لي نورية ترى خولة رضت على ولدك وعلي على ولدي اللي طار من الفرحة وراح كلم أمي. وتالي الأخت غيرت رايها وقالت لا. يعني شوية اللي قاعد يصير بولدي
أنا اللي قلت لك إني وافقت؟ هو نورية إيش فيك الله يهداك؟ خليني أطلع قولي كلام ما قلته وأنا مو موجودة وتقولينه قدامي. أنا ما قولتك حكي ما قلتي. مو أنت قلتي لي إن البنت بدأت تتغير ويمكن الله يفتح قلبها حق ولدي؟ وأنا صادقة بس البنت ما وافقت وهي كيفها تختار اللي تبيه. أنا فكرت وتعبت وأنا أفكر ما أدري أرضي منه، أرضي ماما غنيمة ولا أرضيكم ولا أرضي نفسي، شو أسوي؟ لا يا حبيبتي لا تتعبين عمرك، أرضي نفسك وبس. كافي كسرتي قلب ولدي والحين بتكسرين قلب أمي. أنا بيروح حق أمي إيمان، مالي قاعدة هني خلاص. سمعيني خولة يا يما، وين بتروحين هالحزم وعادة تطلعين من البيت؟ بعدين مو كفاية هند بتطلع من البيت تروحين أنت وراش تبون تسوون بأمي؟ وين بتطلع أمي مهنودة؟ وين بتروح؟ أحاكيك ترى احنا مدمغين، تسوي روحك ما تدرين؟ سوالف عمتك هنادو كلها ببطنك، يعني ما تدرين ان عمتك بتتزوج هالغبر غسانه وبتطلع من البيت؟ عاد والله العظيم انا ما ادري عن هالموضوع. شفتوا؟ قلتوها، منو بقى بالبيت؟ عميمه هنوده وبتطلع، عيسى وانطرد، نورو هجت، منو بقى؟ انت لازم تقعدين عند امي. يعني شلون؟ تبين نهد بيوتنا وعيالنا ونقعد هني؟ انت شنو؟ ما عندك احساس بالمسؤوليه؟ لا. من اليوم ورايح انا مسؤوله عن نفسي وبس. اذا كل واحد بيقول يلا نفسي يا خوله، كلنا بنتفرق، كلنا بنتطشر، منو بيقعد بهالبيت؟ عميمه من بقى؟ قولي لي من بقى ما هج؟ انت لا يكون قاعده تسوين هالحركات عشان تالي تقولين ابي اخوي قاعد هني معاي بالبيت حامض على ابوك. تفهمين يا خوله؟ اخوي؟ والله زين قلتيها اخوي. اخوي اللي قاعد تكلمين عنه ما بخاطره منكم. تشولين تشولين هندي قبا سينابي سايو ناولا اغناتيرا ساقين سقويت سي تشولين لا انق سابقو ساقين باغي ايسا. Siguro kaya kanya iniwan dahil alam niyang may ibang gaganap at pupuno ng tungkulin niya sa buhay mo. Naririnig ko lang ang tinig ko. Kabang nagsasalita ako at nagsusumbong ako sa kanya. Maririnig mo ang tinig mo kapag kinausap mo ako. Magsumbong ka sa akin. Kahit anong oras. خلاص يما، هذه رغبتي. بسافر وبكمل دراستي برا. وانت ايش دعوة فالحة بدراستك هني؟ عشان قاعدة تفكرين ما شاء الله تدرسين برا. ولا أنا قادرة عليك ولا قادرة أقضبك وانت عندي بالديرة. تبيني أخليك تهدين برا؟ هذا بدل ما تستانسين، بدل ما تقولين بنتي عقلت، تفكر تروح تكمل دراستها برا وتعيش حياتها جد. إذا حسبالك إن أنت بتسوين فيني مثل ما سوت فيكم ماما غنيمة، لا. لا أنت ماما غنيمة. ولا أنا نورية، ولا أنا هند، ولا أنا عواطف. وأبوي راضي إن أنا أسافر. مو على كيفك لا أنت ولا أبوك. البيت هذا بيتي أنا. والحجوة لي أنا، ونورية لا حجت، الكل يحط لسانه بلهاته. وهذا اللي بيخليني أكمل دراستي برا. ماكو دراسة برا يا نوير، وبتروحين تقعدين عند أمي غصبا عليك. قلتي لها؟ وانت وين مولي ان شاء الله؟ وراح اوصل خوله بنت خالي بيت امها. يا حظي يا ديايه ام احمد. انت شنو؟ ما عندك شخصيه؟ البنت رادتك اول ما اتصلت عليك بدك سيارتك سلف وبتروح لها على طول؟ الحين لو قالت لك تعال ودني مشوار مني ولا مني
كان قلت مالي خلق ولا مشغول، بس أنا ما عندي حظ، مالت علي وعلى حظ اللي ما عطاني عيال مثل الناس. لا يما، أنا عندي شخصية، عندي شخصية، بس أنا رايح أوقف مع بنت خالي لما ضاقت فيها الدنيا. بنت خالي، بنت خالي مو شيء ثاني. أنا يجي يبي يقول مع السلامة. أنا روح فيلبين مرتي، مرة أنا صغير لين أنا كبير. تبي بيزات؟ لا ما يبي. ماما غنيمة، عيسى جاي يسلم عليك ويقول لك انه وهد الكويت مرتين، مرة مغصوب كان طفل رضيع، مرة وهو كبير وبقراره. ليش هو ما قال انه يعيش ويستقر بالكويت؟ لا ماما غنيمة، يقول إنه هو كان صغير وأحلامه كبير، بس كاهو الحين كبر وأحلامه صغرت. وبنت خالته يتزوجها؟ Yes, I want to marry her because it's easier for them to have our look. It's very hard to live in the Philippines if you don't look like a Filipino. Not like what happened to me in Kuwait. عيسى مو وقت هالحكي. شو يقول؟ شو يقول؟ شو يقول؟ يقول أحسن لا ياخذ بنت خالته، عشان إذا الله رزقهم ولد يكون من أشباههم، أحسن من ما ياخذ من أشباهنا ويتأذى الولد بالفلبين. اسمعني يا ولد راشد. أنا ولد راشد. Thank you. Thank you, Mama Ganima. أنا في ورق في باسبورت، بس أنا ما في feeling. أنا الحين بس في feeling. ماما غنيمة يقول لا تقولي، لا تقولي، لا تقولي شيء. ما بيعرف شو يقول، ما بيعرف شو يقول.
أنا لازم أروح. بعدين طروب سالان لا عيسى، انت اسمك صغيره، طروف ما يصيدها. يا حظك، you are so lucky. يلا تاخرنا. يما راشد حلني. Congrats on Halloween, Filipinas!
كوردين الخويت. Napadala mo na ba yung draft ng libro kay Ibrahim Salam? Hindi pa. Kailangan ko parayin, tapos na ang huli yung kabanata. Matatapos ko ito ngayon at tatapusin ko ang libro.
أنا لا أريد إلا أن أكون حرا فيما أكون ومن أكون وأين أكون، ولكن حرية البعض للبعض الآخر قيد. صدقت يا عيسى، صدقت.